علاء الدين هيزورك في البيت. اي موهبة ما تكونش عادية هنقدمها في برنامجكم مواهب من البيت. ممكن اكل العيال اللي هناك دول. هو بقى عمال يجري يجري ويعوم يعوم 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 عشان يكلهم. هم عمالين يعوموا 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 كل الاسماك وهم عمالين يعيطوا كل الاسماك اتاكلوا وما فيش غير سوسو. يا ترى بقى سوسو استخبت فين عشان القرش ما تجيش؟ استخبت جوه اللؤلؤه. هي قالت للؤلؤه ينفع استخبى جواكي من فضلك عشان القرش ما يكونيش عشان هم قالوا صحابي وخايف خايفه ان انا ان هو ياكلني. قالت لها ماشي استخبي جواها والقرش حتى بروحها من فوق ايده ولا حاسه ولا دار. تعالوا بينا بقى نشوف اللي حصل تاني. سوزو قعدت تقوم 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 اخر راحت لمامتها قعدت تعيط 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 تعيط. بدت لها بتعيطي ليه سوسو؟ قالت لها عشان انا صحابي كلهم اتاكلوا من القرش عشان احنا ما سمعناش كلامك يا ماما. مامتها كانت زعلانه منها قالت لها انتوا ليه عملتوا كده؟ انا قلت نصحتكم. بس هي سوسو قالت لها انا استخبيت جوه اللؤلؤه وجيت للجري يا ماما انا اسوء انا مش هعمل كده تاني. طيب لازم بقى ان احنا نسمع كلام مامتنا ما نزعلهاش. اللي تقولوا عليه نعمله مش نعمل زي سوسو وما نسمعش كلام مامتنا وننسى اللي هي قالت له ونسمع كلام صاحبتنا او صاحبنا او اي حد. لازم نسمع كلام مامتنا وبابانا. طب انا عايزه اقول لكم حاجه. ايه؟ نمي موهبتك طور نفسك مع علاء الدين.
علاء الدين مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي. لو حابين تشاركوا معنا راسلونا هنا على عنواننا، وما تنسوش تستنونا في الحلقات الجاية. باي.